كنت صغيرة جدا، لم أكن قد أدركت بعد ماهية الواقعة ولا لمست شيئا من حقيقتها سوى في حزن أمي. وفي إحدى الأيام التي بدت لي حزينة ثقيلة بحرارتها العالية، ارتدت أمي السواد من رأسها إلى أخمس قدمها، وألبستني السواد أيضا. كانت صامتة جدا، ولأول مرة كنت قد شعرت برهبة الحزن وجلاله، فالتزمت الصمت وحبست الأسئلة ووأدت الاستفهام. أمسكت أمي بيدي ومشت بي إلى ذلك البيت. المدخل يطل على أرضية من الباطون الأملس، وعلى جانبها امتد حقل كبير مسور. كانت الباحة مرصوفة بالكراسي، أحسست بالهواء يتسرب بين خصلات شعري وقميصي ويدخل إلى رئتي، مبدلا الهواء الساخن الذي التقطته من الخارج إلى هواء منعش. توافدت النساء المكتسيات بالسواد، المجللات بالحزن، أخذت كل واحدة مجلسها وجلست بصمت ينتظر. النساء في ذلك الزمن كن قليلات الكلام في أيام الحزن الكبرى، ولم يكن من حزن يمر أكبر من الحزن على الحسين عليه السلام. بدأت القارئة بتلاوة العزاء. كانت سيدة كبيرة تشبه جدات الزمن القديم القويات كالصخر، وكان صوتها رزينا يوحي بالصلابة، ومجلسها يبعث على الاعتزاز. لم يكن في سرديات عزائها حشوا، كانت تقتصر على روح الحكاية وتركز على أخلاق أهل البيت وعلى جماليات الحسين وأصحابه، ولم يكن في مجلسها بدعا ولا ادعاءات. ورغم ذلك كانت النساء يبكين بهدوء ورزانة جميلة، إيقاع بكائهن كان يتهادى مع هبوب نسمات من كل الجهات. كنت أراقب كل شيء، تلك العجوز التي تشنج بصمت وتضع منديلها الأسود على عينيها وتهمس حبيبي حسين. الخمسينية التي كانت تلطم بشكل خفيف جدا على فخذها كلما ذكرت الناعي اسم الحسين. الأطفال المزعجون وهم يطلبون الماء تارة والحلوى أخرى، وأمهاتهم المتأففات منهم. كنت أرى دموع أمي تنهمل ببطء من عينيها كأنها ضوء خافت يخرج الزفرات اللاهبة من صدر مشتعل. أما أنا رغم صغري الشديد كنت أشعر بغصة الجهل وبنقص شديد لم يكن ليكتمل سوى باسم الحسين كلما ذكرته القارئة. عندما انكسرت رممني اسمه، وعندما كانت تغربني الظلال كنت ألتجئ لدمعتي عليه كي أكون شيئا من النور في روحي. وبعد فترة أدركت أن نبتة العاطفة التي نمت وامتدت من ضلوعي باتجاه ذلك البيت لم تكن سوى نتيجة حتمية لرائحة الحسين التي كانت تفوح منه. حقا أن البيوت التي يعرش بين حيطانها اسم الحسين عليه السلام بيوت لا يمكن أن تتخطاها الأرواح.